الظروف اللي احنا فيها انا بنصح لو في اي حد يقعد يتفرج على اخبار كتير او برامج كتير اللي بيتكلم على الاحداث اللي بتحصل في البلد اليومين دول، انا افضل الاطفال الصغيره ما يتفرجوش كتير على الحاجات دي، نبعدهم، هما مش مضطرين يعيشوا الستريس والضغط العصبي اللي احنا بنعيشه. لو الاطفال اكبر شويه وعندهم وعي نحاول نبسط لهم الامور ونحسسهم ان بكره احسن واللي جاي افضل ان شاء الله، لان هو اللي جاي افضل باذن الله.